شايفين من الجنين ببطن امه بالبدايه شلون لا حس ولا خبر، بعدين يبدي يتحرك ويرفس في البطن، ومن يوصل الحمل للداسع يقوم يضرب بديه ورجليه ولسان حاله يقول يلا اريد اطلع واشوف الدنيا. هالشكل حال التسويه الوطنيه، بدات صغيره والكل تصورها سالفه اعلام بطران، وتالي ظلت تكبر وتكبر الى ان صارت من صدق، وبدات تعبر العراق لدول الجوار، واول محطه هي الاردن، وبعدين راح تطفر السياج الايران، وبعدها الزرقاء تصير المصر، والتساهيل من رب العالمين. بهالطريقه يمكن فكر عمار الحكيم بوصفه زعيم التحالف الوطني، وهو يلتقي بالعاهل الاردني وبرئيس مجلس النواب، فضلا عن لقائه بنخبه من الشخصيات العراقيه. وعاد ما ندري كانت اكو لقاءات سريه لو بس المعلنه. كلش مهم الواحد يفتهم الاجواء شلون جاي تفوح بريحه الحلول، بس الاهم هو فهم المرحله اللي عبرت بها التسويه من بعدها المحلي لبعدها الاقليمي. بمعنى شلون ممكن نفتهم القصه؟ الامور يا ترى نضجت بين العراقيين وصار ضروري نروح للطرف الخارجي لو العكس؟ يعني منو اللي يحلحل منو؟ تفاهمات الداخل تحلحل عقد الخارج، لو تأثيرات الخارج تحلحل عقد الداخل؟ زين الأطراف الخارجية من راح تدخل كطرف مؤثر؟ المن راح تميل؟ المصالح أصدقائها العراقيين مثل ما تقول، لو المصالح القومية مثل ما يقول هواي عراقيين؟ وهاي الحالة تنطبق على الصفحتين الشرقية والغربية، يعني حتى الجمهورية الإسلامية. أسئلة هواي متابعين لمحوها تتأرجح من عباءة عمار الحكيم وهو مجتمع ويا الأردنيين، علما أن الأردنيين بالذات معروفين دائما بحيادهم الإيجابي بالمسألة العراقية، والاعتبارات كثيرة بدءا من علاقتهم التاريخية بالعراق، وانتهاءا بالامتداد الاجتماعي اللي يربطهم ويا مجتمع غرب العراق. لذلك عمان كانت المحطة الأولى للعباءة الشيعية، يمكن حتى يستثمرون حيادهم الإيجابي وعقلانيتهم اللي تعلموها من البريطانيين، مقابل حدة التدخل السعودي، أو خلنا نقول مزاج الوصاية اللي تحاول الرياض تسريبه بوصفها مدافع عن الحقوق السنية بالعراق بمواجهة التغول الإيراني. وهنا أكو خبر ضروري نخبركم به وصلنا، ويقول أنه بالأيام الجاية محتمل جداً أكو شخصية سعودية رفيعة المستوى راح تجي لبغداد، وقد يكون ملف التسوية هو اللي دفعها لهاي الجاية المنتظرة. زين ويا من راح يناقشها؟ ويا التحالف؟ لو ويا الحكومة؟ لو ويا كوبج؟ لو ويا الكل بما فيهم القوى السنية القريبة من السعودية أو البعيدة عنها؟ سؤال يمكن سابق الأوانة، وبوقتها راح تجاوب عليه المستجدات. أما اللي بأوانة هسه فهي روحة زعيم التحالف الوطني العمان، لازم تنقري زين وينشاف اللي وراها، نقصد تسويق التسوية إقليميا وعبورها الأفق المحلي، وهذا يعكس نضوجها ربما. اي نعم القصة صارت غير، الجنين جاي ينضج ويكبر ببطن التسوية، وزيارات زعيم التحالف وزعماء الكتل مالته الدول الجوار محتمل تسرع بالولادة. مش وقت الهل ما باقي شيء، شدتها بأول 10 سنين من المفاوضات ووراها تهون.